السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من التلفزيون المصري وإليكم أحداث 24 ساعة. الرئيس السيسي يتفقد عمل تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بشرق القاهرة. إرسال شحنة جديدة من المساعدات الطبية إلى جيبوتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي. مصر تستقبل جرحى فلسطين وتدخل مساعدات لغزة عبر معبر رفح الحدودي لليوم 13 على التوالي. إلى تفاصيل الأحداث. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، حيث اطلع سيادته على أعمال التطوير في المحاور المحيطة بمطار القاهرة الدولي، وكذلك توسعة ورفع كفاءة الطرق الداخلية للأحياء المحيطة بمنطقة شيراتون السكنية. وخلال الجولة التفقدية شدد السيد الرئيس على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال. كما التقى الرئيس بعدد من المواطنين الكرام الذين تصادف وجودهم أثناء الجولة، حيث تبادل الحديث معهم بشأن أحوالهم المعيشية. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، حيث اطلع سيادته على أعمال التطوير في المحاور المحيطة بمطار القاهرة الدولي، خاصة شارع عبد الحميد بدوي وتقاطعه مع طريق الأوتوستراد. مشروع تطوير محيط شارع رفح في النقطة تقاطع الأوتوستراد مع شارع عبد الحميد بدوي فندم. تم تنفيذ فندم المشروع فندم عبارة عن 13 كيلو و250 أطوال طرق وتطوير ما بين إنشاء جديد فندم وما بين تطوير وتعريض الطريق فندم اللي يصل إلى 8 حارة مرورية في بعض الأماكن فندم بواقع 16 حارة مرورية. أحد أهم الطرق فندم اللي احنا تم تنفيذها تقاطع عبد الحميد بدوي مع طريق الأوتوستراد. المنطقة فندم كانت بتسبب اختناق مروري. تم تنفيذ عدد 2 كوبري دوران للخلف للقادم من عبد الحميد بدوي رجوعا الى شارع عبد الحميد بدوي ثم محور جوزيف تيتو، والاتجاه العكس فندم القادم من مدينه نصر للعوده الى مدينه نصر فندم بدون اي تقاطعات سطحيه فندم. تم تنفيذ فندم الطريق للتطوير طريق الاوتوستراد بطول كيلو 700 جاري فندم رفع المساحي لتطوير ما تبقى من طريق الاوتوستراد وصولا الى طريق ابو غزاله، وزي ما سيادتك امرت فندم جاري رفع مساحي ودراسه تطوير شارع الملتقى العربي ليصل الى طريق الاوتوستراد برضه فندم بعد انتهاء الصينيه زي ما سيادتك قلت قبل كده فندم وصولا الى الاوتوستراد. تم تطوير فندم محور مشير احمد اسماعيل بطول 2 كيلو 200 من تقاطع مع صلاح سالم فندم وصولا الى طريق الاوتوستراد عشان يخدم فندم على طريق السويس عبر طريق الصعقه فندم. تم تطوير فندم شارع الشهيد سيد زكريا بطول كيلو 600 وتم تنفيذ فندم اماكن انتظار للشارع مكتظ بالاماكن التجاريه والسكان، فتم تنفيذ فندم اماكن انتظار على المائل في الجزيره الوسطى فندم. تم تنفيذ فندم عدد 2 وصلة عرضيه للربط بين شارع عبد الحميد بدوي وشارع الشهيد سيد زكريا زي شارع الحسن فندم بطول 400 متر او شارع النصر فندم بطول 500 متر. جاري دراسه فندم تطوير عدد 2 طريق عرضي اخر شارع خالد بن الوليد وشارع الموازي لشارع عنقره فندم. شارع عنقره فندم بطول حوالي 2 كيلو 400 جاري دراسه فندم تطوير الشارع الموازي ليه مساتك امرت قبل كده دراسته من حيث المرافق فندم والتخطيط فندم. تم تنفيذ فندم رفع كفاءه شبكات المرافق في نطاق محيط شارع فندم باجمالي 35 كيلو خطوط ميه مع تنفيذ فندم خط صرف صحي لصرف الامطار في الكيلو 700 بتوع شارع الاوتوستراد فندم، لان هنا ما كانش فيه فندم اي خطوط صرف مطر خالص، فتم تنفيذ خط شركه الصرف الصحي تم نفذه كيلو 700 خط صرف صحي لخدمه الكيانات المستقبليه او لصرف المطر فندم اللي هيبقى موجود هنا ان شاء الله.
تم تنفيذ يا فندم الاعمال اللاندسكيب في نطاق التبه في نهايه شارع حيين بدوي زي ما حضرتك امرت، او جاري تنفيذ يا فندم تنفذ جزء وجاي تنفيذ الجزء الاخر في عمله. تم تنفيذ على 2 وصله عرضيه بطول 2 قصدك الحمايه؟ اي فندم الحمايه واللاندسكيب بعديها يا فندم. الحمايه جاري تنفيذها واللاندسكيب تنفذ منها جزء وجاي تنفيذ الباقي يا فندم. 2 وصله عرضيه للربط ما بين شارع عبد الحميد بدوي والاوتوستراد عند كوبري الصاعقه يا فندم بطول 200 متر تم تنفيذهم بالكامل يا فندم. بص يا محمد. عموما يا فندم. الشارع ده. تمام سيادتك. دي حديقه. تمام سيادتك. قدامها شارع وشارع. تمام سيادتك. ودي حديقه قدامها شارع وشارع. تمام سيادتك. لو سمحت. دول اربعه هنا، اربعه هنا، اربعه هنا. تمام سيادتك. يتعملوا. اوامر يا فندم. نفس الكلام لهنا. مفيش مكان لسه يمشي فيه. اوامر يا فندم. ادي حاجه، الحاجه الثانيه انتوا عملتوا الشارع. حتى بتاع حميد بدوي اللي احنا ماشيين عليه. تمام سيادتك. انا فوجئت ان الرصيف اللي جنب اليمين كله عايز ترفع كفاءته. طب بتعملوا؟ تمام سيادتك. ما لما عملنا شارع نخرج منه من اوله لاخره بحيث ان انا اخرج بالشارع ده ايه؟ يمين وشمال والصفه بتاعته كله خلصان مره واحده بقى. اوامر يا فندم. متشكرين. كما التقى سيادته بعدد من المواطنين الذين تصادف وجودهم اثناء الجوله. تكشف المرض وعلمنا وتبع رئيسنا طول العمر وانت طالب وانصرف ويفاديه. انا عندي 63 سنه. ربنا يديك الصحه. عايزه تركيب عيني. عيني. وصل لي 25 مسمار. عيني. ما خدتش ولا عربيه طبعا مع وكيل. وعليا وعليا تفضل وريني الباشا العلاني وعليا ايجار خاطرك زمان ايجار للشقه. يا ريتك تخلص لي ايجارها لاني دي مش باسمي. الشقه انا شارياها من ابويا السيد. ده العنوان بتاعي في الشقه. قال ايه تاني؟ وسلامتك انت حبيبنا ومالناش الا انت وطول عمري ان انا نفسي اشوفك. وانا سعيد بفيك. الله يرضيك. الله يبارك. الله يكفيك شر المرض. مش عايزه حاجه تاني؟ عايزاك تخلص لي ايجار الشقه. كل اللي انت عايزاه. وعايزاك تعمل لي عيني وجيب لي حرامية. مش بقدر امشي اصور معاك بقى. شر المرض. ما احنا مصورين. صورنا. السلام عليكم. وفي استجابة لتوجيهات السيد الرئيس أعلنت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أنه جار نقل السيد التي التقاها الرئيس السيسي خلال جولته التفقدية إلى مستشفى معهد ناصر لتلقي العلاج على نفقة الدولة. ووجهت الوزيرة بإرسال سيارة إسعاف مجهزة برفقة طبيب متخصص في أمراض الباطنة لنقل السيد الذي تبلغ من العمر 63 عاما من منطقة النهضة بمدينة السلام في القاهرة إلى معهد ناصر، مشيرة إلى أن السيدة تعاني من مرض السكري والتهابات بالعين، كما أنها تعاني من سرطان الثدي وتخضع للعلاج الكيميائي. وأكدت الوزارة أنه سيتم مناظرة الحالة الصحية للسيدة فور وصولها إلى المستشفى، كما سيتم إجراء الفحوصات الطبية كافة لاستكمال علاجها على نفقة الدولة. تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي نقلت طائرتان عسكريتان كميات كبيرة من المساعدات الطبية إلى الأشقاء في دولة جيبوتي. من جانبه أعرب الجانب الجيبوتي عن تقديره للجهود المصرية المبذولة وتقديم مصر لأوجه الدعم كافة للأشقاء الأفارقة. نتابع. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار استمرار الدعم والتضامن المصري مع الدول الشقيقة والصديقة، أقلعت طائرتان نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملتين بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى الأشقاء بدولة جيبوتي. من جانبه
أعرب الجانب الجيبوتي عن تقديرهم للجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية وتقديمها كافة أوجه الدعم للأشقاء الأفارقة، مؤكدين على أهمية تلك المساعدات في دعم قطاع الصحة الجيبوتي والتغلب على كافة الشدائد التي يواجهها الشعب الجيبوتي. تأتي تلك المساعدات انطلاقا من الروابط القومية وموقف مصر الثابت تجاه أشقائها والوقوف معهم في مواجهة المحن والأزمات. وافقت السلطات المصرية على مواصلة فتح معبر رفح البري استثنائيا لاستقبال الجرحى والحالات الحرجة وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك لليوم 13 على التوالي. وأكدت المصادر المسؤولة عن تشغيل المعبر استمرار عمل الأطقم الإدارية والطبية لتيسير دخول الجرحى والمصابين ومرافقيهم، وأشارت إلى توفير عدد من سيارات الإسعاف المجهزة لنقلهم بعد تصنيف حالتهم الصحية إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج. طالبت منظمة الصحة العالمية بالوصول إلى المرضى في قطاع غزة والتمكن من إجلائهم لتلقي العلاج اللازم. وأشارت المنظمة إلى الضغوط التي تواجهها الأطقم الطبية لرعاية المرضى والمصابين بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة، إذ قالت المتحدثة باسم المنظمة في جنيف إن نحو 600 مريض كانوا بحاجة لنقلهم إلى خارج القطاع منذ بدء القتال، لكن لم يتسنى ذلك بسبب الإغلاق الإسرائيلي للمعابر. اعتبرت الخارجية الفلسطينية أن مصداقية الإدارة الأمريكية باتت على المحك بسبب مواصلة إسرائيل إحراجها عبر توسيع الاستيطان وتصعيد العدوان على الفلسطينيين العزل. وأعربت الوزارة عن رغبتها في نجاح إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أمام الاختيارات الإسرائيلية عبر تثبيت مصداقيتها وتنفيذ مواقفها. بيان الخارجية الفلسطينية تزامن مع مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 560 وحدة استيطانية جديدة جنوب شرق بيت لحم بهدف توسيع المستوطنات. كما استنكر البيان الخطوة الإسرائيلية وعمليات التجريف والاعتداءات المتواصلة على الأراضي الجنوبية جنوبي نابلس والخليل. هذا واستشهد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مسيرة سلمية للتنديد بالاستيطان في بلدة بيتا جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة. كما أصيب عشرة الفلسطينيين بالاختناق من جراء قمع قوات الاحتلال للمسيرة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت أعيرة نارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى وقوع الإصابات. كما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين الفلسطينيين من محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 1215 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة جديدة، وسجل المغرب 336 إصابة ووفاة واحدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية. أعداد الإصابات بكورونا تقل في بعض الدول العربية مما يسمح بالتقليل من الإجراءات الاحترازية. فقد سجلت السعودية 1215 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة جديدة، وسجلت الإمارات 2236 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية وأربع حالات وفاة، وبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها نحو 12 مليون و700 ألف للحد من انتشار الفيروس. وسجل الأردن 620 إصابة و13 وفاة بفيروس كورونا في انخفاض واضح للحالات المسجلة، بينما سجل العراق 4042 إصابة جديدة و22 وفاة بفيروس كورونا، وسجل المغرب 336 إصابة ووفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وسجلت الجزائر 272 إصابة جديدة بكورونا وسبع حالات وفاة. ووصل إلى تونس 256 ألف جرعة من لقاح فايزر المضاد لكورونا ضمن مبادرة كوفاكس العالمية الرامية لتوفير التطعيم للبلدان المحدودة الدخل بدعم من منظمة الصحة العالمية. حذر مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية من أنه لن يكون بالإمكان تجاوز كوفيد 19 قبل تطعيم 70% من سكان العالم، ومشيرا إلى أن وتيرة التحصين لا تزال بطيئة جدا في أوروبا، حيث تزيد شدة عدوى النسخ المتحورة من الفيروس من حدة القلق.
نبدأ مع تطورات كورونا في العالم. من اليابان، حيث مدت الحكومة حالة الطوارئ الصحية حتى 20 يونيو في معظم أنحاء البلاد قبل 56 يوما من موعد افتتاح أولمبياد طوكيو الذي يصر المنظمون على إجرائه. وفي الهند، أعلنت السلطات عن تخفيف طفيف لإجراءات الاحتواء المفروضة منذ 6 أسابيع في العاصمة نيودلهي مع تسجيل انخفاض في الإصابات. وعن اللقاحات، أعلنت الصحة البريطانية أن المملكة المتحدة رخصت للقاح كوفيد-19 الذي تنتجه شركة جونسون أند جونسون الأمريكية ويعطى بجرعة واحدة، مضيفة لقاحا رابعا إلى ترسانتها لمكافحة الجائحة. وفي سابقة فرضها فيروس كورونا، أقامت فنلندا نظام تصويت من داخل السيارة استعدادا للانتخابات المحلية في 13 يونيو من أجل تجنب عودة انتشار الوباء. وفي سابقة أخرى، بسبب الفيروس توفي 32 برلمانيا من جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب كوفيد-19 منذ ظهور الفيروس في البلاد في مارس عام 2020. وبعد أن سجلت أعدادا قياسية من الإصابات والوفيات، توشك المكسيك على تسجيل تراجع في جميع مؤشرات الوباء على مدى 20 أسبوعا متتالية. يذكر أن فيروس كورونا أودى بحياة أكثر من 3.5 مليون شخص في العالم منذ ظهوره في ديسمبر من عام 2019. أحداثنا متواصلة معكم من التلفزيون المصري، وفيها بعد قليل. وزيرة خارجية ليبيا تؤكد أهمية دعم الاتحاد الأوروبي لتأمين الحدود الجنوبية. أكدت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش الاتفاق مع وزيري خارجية إيطاليا ومالطا ومفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار على أهمية دعم الاتحاد الأوروبي لليبيا من أجل تأمين الحدود الجنوبية. وسط تزايد كبير في أعداد المهاجرين الوافدين من ليبيا عن طريق البحر في إيطاليا، جاء اجتماع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دو مايو في طرابلس مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش. الاجتماع ناقش استراتيجية لمكافحة تدفق المهاجرين من ليبيا على أوروبا وبحث سبل التعافي الاقتصادي في البلد الذي أتت عليه الحرب. وانضم كل من وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو والمفوض الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع ليفر فاريلي إلى الاجتماع. تقول الخارجية الإيطالية إن 14,054 مهاجرا وصلوا للشواطئ الإيطالية عن طريق البحر حتى 28 مايو الجاري، مقارنة بما لا يزيد عن 5,024 مهاجرا في نفس الفترة العام الماضي. خلال الأعوام التي عقبت انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي والتي أسفرت عن الإطاحة بالزعيم معمر القذافي، ظهرت ليبيا التي مزقتها الحرب كنقطة عبور رئيسية أمام المهاجرين الفارين من الحرب والفقر في إفريقيا والشرق الأوسط. وعقد الاتحاد الأوروبي شراكة مع قفر السواحل الليبي ومجموعات محلية أخرى في السنوات الأخيرة لوقف مثل هذه الرحلات البحرية الخطرة. أعلن التحالف العربي في اليمن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه جنوب السعودية. وأوضح التحالف استمرار الميليشيا الحوثية في محاولات استهداف المدنيين والأهداف المدنية، كما أكد اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين. بعد يوم من إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية، تعهد الرئيس السوري بشار الأسد مواجهة التحديات التي تعصف بالبلاد في الوقت الراهن، ومؤكدا أن الناخب السوري أحبط المؤامرات التي تحاك بالبلاد. إن اختيار الشعب لي لأقوم بخدمته في الفترة الدستورية القادمة هو شرف عظيم لا يرقى إليه سوى شرف الانتماء لهذا الشعب، ليس بالهوية فقط وإنما بالتطلعات والأفكار والقيم والعادات. وما يزيدني حماسة وثقة بالمستقبل هو روح التحدي الموجودة لديكم، والتي من دونها لا يمكن لحامل المسؤولية من مواجهة التحديات الوطنية الكبرى. هذا وهنا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره السوري بشار الأسد بفوزه بفترة رئاسية جديدة، وأكد استعداد روسيا لمواصلة دعم سوريا ضد الإرهاب ودعم التسوية واستعادة البلاد.
كما هنأت الصين الرئيس السوري، وشدد المتحدث باسم الخارجية الصينية على دعم بيجين لدمشق بقوة في الحفاظ على سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها. يشار إلى أن البرلمان السوري كان قد أعلن أمس فوز الأسد في الانتخابات التي جرت يوم الأربعاء الماضي بفترة رئاسية رابعة، وذلك بنسبة تجاوزت 95% من أصوات الناخبين. بدأت رسميا في إيران الجمعة الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 من الشهر المقبل. يتنافس في الانتخابات الرئاسية الإيرانية لخلافة حسن روحاني 7 مرشحين، أبرزهم إبراهيم رئيسي رئيس السلطة القضائية المحافظ، وذلك بعد استبعاد علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى السابق والرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد. تواصل وزارة الداخلية توجيه قوافل طبية وخدمية وإنسانية للمناطق الحضرية الجديدة والأكثر احتياجا لدعم ومساندة المواطنين الكرام وتخفيف الأعباء عنهم. تجهيزات متواصلة تقوم بها وزارة الداخلية من خلال منظومة أمان التابعة للوزارة من أجل إعداد عبوات بها سلع غذائية لإهدائها للمواطنين في المناطق الحضرية الجديدة والمناطق الأكثر احتياجا والقرى والنجوع النائية. تحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، انطلقت القوافل المحملة بالمساعدات والمصاحب لها قوافل طبية والتي تضم تخصصات متعددة إلى الأماكن المستهدفة بالمحافظات، بخاصة المناطق الأكثر احتياجا فيها، للارتقاء بالخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين من قاطني تلك المناطق في إطار الدعم والمساندة التي تقدمها وزارة الداخلية لهذه الفئات، واتساقا مع توجه الدولة نحو رفع الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة لهم. القوافل الطبية باشرت عملها من خلال قيام أطبائها بالكشف على المواطنين من المترددين عليها، حيث تعد تلك القوافل فرصة للمواطنين لتوفير رعاية طبية لائقة لهم، حيث اعتادوا على انتظارها بصفة خاصة ليتسنى لهم الاطمئنان على حالتهم الصحية مع صرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان. والله أنا لسه صرف العلاج بتاعي وبنستنى أي كفيلة بتجينا بنكشف علينا وبتدينا علاجنا، وبنستنى اي كفيله بتبعتها لنا الوزاره هنا، ومبسوطين قوي بالكفيله اللي بتجينا. جات لنا قبل كده بتاع عيون رمد عظام على طول بصفه مستمره بتيجي، وعلاج ومية مية 24 قرار. احنا بنستنى القافله دي كل ما بتيجي بنيجي نكشف، بناخد علاج، بناخد كل حاجه كويسه، وبيقابلونا مقابلات كويسه وناس محترمه. ربنا يخليهم لينا يا رب، ويخلي الشرطه يا رب. كشفت حضرتك حساسية وكشفت نظر حضرتك ودون العلاج، مشكورين يعني. شكرا لسيادة الرئيس ان هو على طول بيفتكرنا بدعمه لينا، والحمد لله رب العالمين، كتر خيركم يا رب وما تحرمش منكم. تلك القوافل الطبية والإنسانية والمستمرة على مدار العام في إطار مبادرة كلنا واحد، إنما تعكس مدى الاهتمام الذي تليه وزارة الداخلية ليس للفئات الأكثر احتياجا فقط، وإنما لكل فئات المجتمع المصري، بهدف دعمهم ومساندتهم في ظل حرص القيادة السياسية على رفع الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية. وتتواصل المبادرات الإنسانية التي تستهدف بها وزارة الداخلية المناطق الحضارية الجديدة والمناطق الأشد احتياجا بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. من تلك المبادرات الكشف الطبي على المواطنين بالمجان في تلك الأماكن، وهو ما لاقى استحسان المواطنين. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. تحت عنوان القاهرة 50 بين التراث الفني والمعماري، أقيم بقاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا المصرية معرض فني ضم مجموعة من لوحات شباب وكبار الفنانين. المعرض يهدف إلى ترسيخ الهوية المصرية وتعظيمها، حيث تعتبر مصر منارة الفن والثقافة في الوطن العربي والعالم في مختلف العصور. بمبانيها العريقة وأزيائها التقليدية
ومآذنها الشاهقة. تجلت القاهرة في الخمسينيات بكل تفاصيلها خلال المعرض الذي احتضنته دار الأوبرا المصرية وامتزجت فيه إبداعات شباب وكبار الفنانين. التنوع الكبير اللي موجود، ففي مدارس فنية مختلفة في الشغل، في مدارس تجريدي، في مدارس تأثيرية، في تعبيري، فبنشوف كل مجالات الفنون التشكيلية في معرض واحد، وبيقدموا مجموعة كبيرة مختلفة الأعمار والتخصصات في مكان واحد وتحت عنوان واحد. اللوحة بتاعتي بتعبر عن فترة الخمسينات، أنا حبيت أعبر فيها عن شكل البنات والسيدات القاهرة في فترة الخمسينات، وإزاي كانوا بيلبسوا، والأماكن اللي بيروحوها، بطريقتي أنا في الرسم. معرض القاهرة 50 الذي يعكس التراث الفني والمعماري والحضاري والتاريخي المصري شهد حضورا جماهيريا كبيرا من مختلف الأعمار وسط إجراءات احترازية مكثفة اتخذتها دار الأوبرا لمنع انتشار فيروس كورونا. في لوحات بتحكي عن شكل القاهرة نفسه، المباني، وفي لوحات عن العربيات بتاعت الوقت ده. أكتر لوحات شدتني اللي هي بتاعت السيتي سكيب، بتاعت مظاهر من القاهرة، الشوارع بتاعت القاهرة، في فنانين معينين جوه في اللوحات بتاعتهم مدين يعني للوحة رقي كده وحاجات جميلة جدا في التكنيك بتاعهم. أفكار وأفيشات الأفلام، في بوستر فيلم، في كذا لوحة حلوة قوي بتتكلم عن الفترة بتاعت الخمسينات والأربعين والفترة دي، لوحات اسكندرية. القاهرة 50 معرض فني يضم نخبة متميزة من فناني مصر يشاركون بلوحاتهم مع شباب الفنانين لتقديم صورة متميزة ورائعة حول القاهرة في الفترة من الثلاثينيات حتى الخمسينيات. لمياء موافي، التلفزيون المصري. الصحافة نبدأها من جريدة أخبار اليوم، وفيها وزير التربية والتعليم بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة شرح جميع المناهج الدراسية التفاعلية لطلاب الثانوية العامة. جريدة الأهرام هالة السعيد تمويل الاستثمارات بالمحافظات تضاعف إلى 400% خلال 5 أعوام الماضية. من جريدة اليوم السابع، وزير التموين إنشاء مراكز مجمعة لتقديم جميع الخدمات للمواطنين بالريف المصري، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة. ومن جريدة الأهرام، القوى العاملة تعيين 4442 شابا بينهم 27 من ذوي القدرات في الإسكندرية. وإلى أخبار الطقس، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على القاهرة، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على الأنحاء كافة. وإلى حضراتكم الآن بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة.
بدرجات الحرارة نكون قد وصلنا إلى ختام أحداث 24 ساعة جاءت من التلفزيون المصري. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.